بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. ودمت مصر حرة وقوية، ودمت مصر شجاعة وأبية، ودمت مصر شعبا وقيادة. الحكم الدولي أحمد الغندور صاحب 37 عام في ظهوره وإطلالته رقم 8 في بطولة الدوري المصري الممتاز، هو اللي هيدير هذا اللقاء بمساعدة كل من سامي هلهل كمساعد أول ومحمد عزازي كمساعد ثاني. ويبقى الحكم الرابع هو عمرو الشناوي، وكل من وائل فرحان ومساعده هاني خيري حكاما للفار. لقاء كلاسيكي أصدقائي بيجمع ما بين الكبيرين الأهلي والاتحاد السكندري. وصلنا إلى رقم كبير جدا جدا من اللقاءات والمواجهات المباشرة اللي جمعت ما بين الفريقين في بطولة الدوري. اللقاءات الرسمية في المواسم المكتملة 116 لقاء. بدأت الحكاية من النسخة الأولى عام 48-49 ومستمرة إلى هذا التاريخ وإلى هذا اليوم. 116 مباراة أصدقائي جمعت ما بين الكبيرين. الحظوظ بلا شك للمارد الأحمر ب 76 انتصار مقابل 16 انتصار للزعيم الصغر نادي الاتحاد، بينما الحلول الوسطى كانت موجودة وحاضرة في 24 لقاء. بيتسو موسيماني خامس مرة يواجه عماد النحاس، وعماد النحاس اللقاء رقم 14 اللي بيواجه فيه النادي الأهلي. يا ترى يا هل ترى لمن ستبتسم المستديرة في هذا اللقاء؟ ده اللي هنشوفه ونتابعه مع حضراتكم من خلال 90 دقيقة كرة قدم، 90 دقيقة تستحق المشاهدة والمتابعة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري. لحظات أصدقائي، وتنطلق صافرة البداية وسط أجواء مثالية وتشجيع جميل في ملعب الأهلي والسلام على بركة الله. انطلقت صافرة البداية، هنبدأ نتابع أحداث هذا اللقاء ونشوف ماذا سوف يكتب لاعبي النادي الأهلي ولاعبي الاتحاد السكندري في المواجهة رقم 117 ما بين الكبيرين. كرة للأمام، ميكي سوني، لكن على طول إبعاد وتشتيت من اللاعب كريم يحيى. غيابات كبيرة جدا جدا في تشكيلة نادي الاتحاد، أبرزها طبعا الهداف مابولولو صاحب الخمس أهداف. مابولولو أو الست أهداف اللي بيغيب عن هذا اللقاء للإصابة. تتلعب رمية التماس لكن مقطوعة، الكرة الأمامية مرة تانية عند شبانة، يحطها للأمام، الديب تتقطع منه، يتقدم محمود وحيد. تاني ظهور لمحمود وحيد بعد ما لعب لقاء وحيد أمام مصر للمقاصة، النهاردة بيلعب تاني لقاء لي. تلعبت رمية التماس، لقاءات مضغوطة للنادي الأهلي قبل لقاء الذهاب ومواجهة الرجاء. والنادي الأهلي كل خطوة بحساب وكل خطوة مطلوب الانتصار من أجل إسعاد الجماهير والعشاق للكيان الكبير الذي لا يرضى إلا بالفوز والانتصار في كل الأماكن وفي كل البطولات. بينما زعيم الصغر تاريخ كبير وأمجاد بلا شك في تاريخ كرة القدم المصرية بست كؤوس
عبر التاريخ. مرة تانية وحيد الضغط عليه، ولكن ضغط وإبعاد. مرة تانية رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي اللي عايز يحسم المسألة من بدري. هنشوف الأفكار إيه. أيمن أشرف بيلعب كرة عرضية، لكن موسى محمد عبد المنصف صاحب التاريخ الطويل والمواسم المتتالية عبر أندية عديدة جدا جدا منذ موسم 96-97، وأوسا متواجد في رواية كرة القدم المصرية. أغاني وجماهير النادي الأهلي بتضع دايما اللاعبين في الطريق وفي المطلوب إثباته، والمطلوب إثباته في كرة القدم هو الفوز والانتصار. أحمد عبد القادر اللي نجح في جذب الأنظار في اللقاء الماضي ولقاءاته السابقة. أدي ميكيسوني اللاعب الموزمبيقي سجل هدفين ميكيسوني في فوز الأهلي على المقاصة 4-0. 9 انتصارات وتعادل وحيد و28 نقطة من 10 لقاءات بيتصدر بيهم المشهد النادي الأهلي. طبعا صاحب المقام الرفيع ب42 لقب من 62 نسخة، وها نحن في هذا الموسم أصدقائي بنلعب النسخة رقم 63. ادي كرة اتضغط على كريم فؤاد، ولكن إليو ديانج الدبابة المالية بيعود ويستخلص الكرة من جديد. الشناوي بيحط كرة في وسط الملعب، خطأ من جديد وإعاقة جديدة. ضربة حرة مباشرة. ادي سليفو مورو اللاعب الغاني، خطأ لمصلحة النادي الأهلي. آخر لقاءين جمع ما بين الفريقين في بطولة الدوري في الموسم الماضي النادي الأهلي فاز ذهاباً إياباً. فاز في الذهاب 4-0 وفي الإياب 2-1 على النادي الأهلي. ياسر إبراهيم في وسط الملعب، كرة أمامية مرة تانية، تمريرة في الجبهة اليسرى عند وحيد. وحيد عايز يلعب عرضية لكن بيضغط فوزي الحناوي، يلحق فوزي ويعمل كنترول، لكن ضغط أهلاوي جديد ومحاولة للخروج بالكرة من لاعبي نادي الاتحاد، لكن النادي الأهلي بيضغط ويغلط لاعبي نادي الاتحاد. ودي كريم فؤاد مرة تانية عايز يعمل كنترول، ولكن التغطية والنجدة جت، النجدة جت من اللاعب الموهوب اللي بيقدم مردود رائع مع نادي الاتحاد أحمد عادل ميسي. أدي كريم ارتفع الأداء بالنسبة لكريم فؤاد، وغيب وعوض غياب أكرم توفيق اللي اتمنى له طبعا تمام الشفاء، وأيضا إصابة تاني. كرة في وسط الملعب الغندور، مروان القلب النابض لزعيم الصغر في وسط الملعب، مروان عطية. ميكي سوني بيعمل كنترول ويتقدم للأمام ومنتظر تقدم محمود وحيد. بيرسيتاو بيسند لميكي سوني، يا ولد عمل تمريرة هات وخد، ولكن صبري صديق الأمس ومنافس اليوم يعمل تغطية واعية جدا جدا. آدي صبري صديق الأمس ومنافس اليوم بيعمل إبعاد. 7 دقايق أصدقائي ضغط من النادي الأهلي من أجل فك شفرة اللقاء، وأدي تسديدة بعيدة المدى ولكن على طول بترتد. أيمن أشرف استرداد للكرة، لعب وان تاتش من لاعبي النادي الأهلي، لكن ضغط من مروان. أدي مروان عطية 12 مشاركة بكامل الدقايق مع تشكيلة زعيم الصغر نادي الاتحاد هذا الموسم. ادي كرة مرة تانية تقدم إليو ديانج، ولكن ارتكب خطأ، ارتكب خطأ إليو ديانج وبياخد اول كارت في احداث اللقاء. اول كارت لإليو ديانج، حب يبعد لاعب
نادي الاتحاد، حط ايده في وجه لاعب نادي الاتحاد مروان عطية. اتلعب في بطولة الدوري 111 مباراة، شفنا 255 هدف حتى الآن، ومنتظرين عداد أهداف الدوري المصري الممتاز هيتوقف النهاردة عند الرقم كام؟ 111 مباراة، 72 انتصار و39 تعادل. أول كارت إليو ديان في الدقيقة الثامنة. أدي بدلاء النادي الأهلي، نجوم ودكة من نار بيمتلكها بيتسو موسيماني. صبر رحيل، مرة تانية مروان بيغير اتجاه اللعب عند كريم، أيضا بيغيب عن نادي الاتحاد النهاردة هشام، لكن عدى وفات بشكل مميز جدا جدا كريم الديب اللي هيضغط على وحيد، لكن وحيد 10 على 10 يعمل تاكلينج وإبعاد. ادي كريم الديب 4 اهداف، تاني الهدافين بعد الغائب الانجولي كريستوفر مابلولو. اتلعبت رمية التماس، وجماهير النادي الاهلي لا تتوقف عن الاهتاف والتشجيع، وايضا جماهير زعيم الصغر مدينة السحر والجمال مدينة الاسكندرية. ادي الكرة الامامية عند بيرسي تاو، بيحاول بيرسي، عدى من عبد الله نصيب في مكان خطير جدا جدا وعايز يعمل مراوغات، لكن منتظر المساعدة. ارتد بسرعة كبيرة جدا جدا لاعبي نادي الاتحاد، اللي طبعا عندهم عيب خطير جدا جدا انهم استقبلوا 20 هدف خلال ال 12 مباراة. عشان كده الكابتن عماد النحاس عمل لقاءين وديين خلال فترة التوقف أمام فاركو وطلائع الأسطول. اتهزم في لقاء أمام فاركو لكن كسب أمام طلائع الأسطول، والنتيجة دايما ما بتبقاش مهمة، لكن المهم الأداء. أدي كورة مرة تانية، وأدي السكند بول من ميكيسوني، لكن على طول اللاعب الأردني عبد الله نصيب. ضغط من النادي الأهلي اللي عايز يخلص المسألة. كابتن عماد النحاس كان واجه النادي الاهلي في الجولة الرابعة لما كان متولي طبعا ادارة المقاولون العرب، النادي الاهلي فاز، لكن المقاولين كان قدم مباراة مغلقة وقوية جدا جدا امام النادي الاهلي، لم يفك شفرتها الا حمدي فتحي في الدقيقة 67. ادي عماد النحاس 13 مواجهة واجه فيها عماد النحاس النادي الاهلي، طبعا مع أندية مختلفة، المقاولون العرب وأسوان والشرقية والرجاء وطنطا. فاز في لقاء وحيد وتعادل مرة وحيدة وتلقى 11 هزيمة أمام النادي الأهلي، لكن من المفارقات إن أكبر نتيجة جمعت ما بين الفريقين وفوز النادي الأهلي بالسداسية كان سجل هاتريك عماد النحاس. مباراة كانت انتهت 6-0. كرة مرة تانية وسقوط وإشارة بالاستمرار، وقع لاعب نادي الاتحاد، لكن الغندور أحمد الغندور حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب. ودي كرة أمامية، ولكن عبد المنصف خبرات عميقة جدا جدا يطلع قبل بيرسي تاو. عبد الله نصيب، صبر رحيل، الكرة الأمامية أحمد عادل ميسي. نحط عيننا على ميسي، لعيب عنده قدرات وإمكانيات. وأدي خالد الغندور القائد لزعيم الصاغ. لكن رغم التاريخ الكبير اللي بيجمع ما بين الفريقين، والنادي الأهلي طبعا هو صاحب الحظوظ الأوفر، لكن لا ينسى النادي الاهلي ان اول هزيمة ليه في بطولة الدوري في نسخة 48-49 كانت امام نادي الاتحاد في اول لقاء جمع ما بين الفريقين، كان بالاسكندرية يوم 9 يناير 49. ودي الكرة العرضية خطيرة جدا جدا
من الجبهة اليسرى لكن كثافة عددية، وتقدم مرة تانية من زعيم الصغر لكن ارتداد سريع من إيليو ديانج، مرة تانية استرداد للكرة من جانب النادي الأهلي، كرة بالخطأ من صبر رحيل اتضغط عليه خرج الكرة إلى خارج الملعب ركنية. يعتذر صبري، وادي محمد عبد المنصف واجه النادي الاهلي في العديد والعديد من اللقاءات والمواقف. ركنيه اولى، وبيرسي تاو اللاعب الجنوب افريقي هينفذ الركنية. تقدم ياسر وتقدم أيمن أشرف، تتلعب على طول الركنية، هذه لمسة وإبعاد. مرة تانية كريم فؤاد يرجع من نص الملعب الخالي إلا في وجود الشناوي، بيلعب كورة قطرية أمامية ولكن على طول إبعاد. متراجع لاعبي نادي الاتحاد، عارف ومتيقن ومذاكر طبعا عماد النحاس ومحفظ لاعبي نادي الاتحاد ان النادي الاهلي هيضغط. ادي كوره فيها لمسه يد لكن الغندور امر باستمرار اللعب. ادي اللقطه وادي لمسه اليد على سعيد السنبوري، طبعا في فار لكن هنشوف القرار. حتى الان في بطوله الدوري المصري الممتاز 56 ركله جزاء، واحمد الغندور بيراجع القرار مع وائل فرحان ومساعده هاني خيري في غرفة الفار. النهاردة أيضا بيراميدز بيستضيف نادي الزمالك في لقاء مهم جدا جدا في مستقبل التنافس على اللقب رقم 63 في بطولة الدوري. أدي الكورة، هل لمست إيده ولا في صدره؟ الكاميرا أحيانا بتخدع لكن أكيد مش هتخدع حكام الفار، والقرار دايما عند حكام الفار. واحمد الغندور سبع لقاءات لم يحتسب الا ركله جزاء وحيده، كانت في لقاء الزمالك وسموحه، ادار لقاء وحيد للنادي الاهلي. احمد الغندور وده اول لقاء يديره لنادي الاتحاد. هيشوف اللقطه، وبالمناسبة اللقاء الوحيد اللي أداره أحمد الغندور للنادي الأهلي هو لقاء المقاولون العرب اللي كان متواجد فيه عماد النحاس، وفاز النادي الأهلي بهدف في الدقيقة 67 عن طريق حمدي فتحي. لقطة أولى، لقطة فيها كلام لكن الكلام الأساسي الكلام الرئيسي هيقوله حكم اللقاء وحكام الفار اللي استدعوا احمد الغندور علشان ياخد القرار. ادي اللقطه مره تانية بتتعاد مره واثنين وثلاثه وعشره، المهم يكون القرار مظبوط وصحيح. ومن الاشياء الجيده في بطوله الدوري تقنيه الفار. هنشوف القرار، ركلة الجزاء في الدقيقة 16 بيحتسبها أحمد الغندور لمصلحة النادي الأهلي. لمسة يد على سعيد السنبوري واختبار شديد اللهجة على محمد عبد المنصف. أدي سعيد السنبوري اللاعب البوركنافي رغم أنه عنده خبرات لكن اندفع في اللقطة اللي فاتت. وهنشوف بيرسي تاو صاحب الخمس اهداف في مواجهه محمد عبد المنصف. اعتراضات من الديب وبيرسي تاو، اخر اهدافه كان في فوز الاهلي على سموحه 4-1، كان سجل ثنائيه بيرسي تاو قبل الاصابه. حوار على بعد 11 متر، تاو وأوسا، بيرسي تاو ومحمد عبد المنصف
داخل تاو وداخل تاو وبيحطها في القائم، بيحطها في القائم وبيهدر ركل الجزاء، حطها نشنها نشنها بقوة شديدة جدا جدا، وبيرسي تاو يهدر ركل الجزاء أصدقائي في الدقيقة 17 علشان يظل التعادل السلبي. بيرسي تاو حطها بقوة شديدة جدا جدا في القائم الأيسر اللي بيتعاطف مع زعيم الصغر ويبقي اللقاء عند التعادل السلبي في لقاء الجولة 12. ادي محمد عبد المنصف مميز في ركلات الجزاء، لكن حطها نشنها نشنها بيرسي تاو في القائم الأيسر للحارس محمد عبد المنصف علشان يظل التعادل موجود وحاضر أصدقائي في اللقاء الكلاسيكي اللي بيجمع الأهلي والاتحاد السكندري. فرصة كبيرة بتروح على النادي الأهلي لفك شفرة اللقاء، لأن الهدف بلا شك هيفتح ويحرر الكثافة العددية اللي بادئ بيها النحاس، لكن ضغط متتالي. لويس ميكيسوني كريم الديب حط جسمه بشكل جيد، لكن نادي الاتحاد بيفقد الكرة، مفيش أقل من ثواني قليلة جدا جدا وبيسترد النادي الأهلي الكرة، وضغط ضغط قوي جدا جدا. سعيدو سومبوري هو اللي بيلعب ضمن رباعي خط الظهر، بينما ساليفو مورو هو اللي موجود في وسط الملعب. ادي كرة وصفارة وخطأ ضد أحمد عبد القادر. فعلا يمكن قلت عبد الله نصيب، عبد الله نصيب النهارده مش موجود، اللي موجود هو سعيدو سومبوري. ادي اللقطة والخطأ ضد أحمد عبد القادر. كرة أمامية لكن في راية وصفارة، ضربة حرة غير مباشرة نتيجة التسلل. أصبح عندنا 57 ركلة جزاء، 44 ركلة مسجلة، والركلة رقم 13 أهدرها بيرسي تاو. سعيدو سومبوري شبانة ونسب الاستحواذ في أول 20 دقيقة 74% النادي الأهلي مقابل 26% الاتحاد السكندري. أدي مرة تانية لمسة من عبد القادر ولكن مقطوعة. كريم الدين لكن محمود وحيد قافل عليه. لويس ميكيسوني الشحات كان هو كلمة السر في لقاء الهلال وبطاقة التأهل إلى دور الثمانية. أدي كرة مرة تانية عرضية عالية ولكن أوسا من أعلى نقطة يمسك بثبات. اللقاء الثامن اللي بيلعبه محمد عبد المنصف. أدي بيرسي تاو خرج من تشكيلة البافانا بافانا منتخب جنوب إفريقيا، لم يستعيد مستواه حتى الآن، وعلشان كده بدأ بيه النهاردة بيتسو موسيماني. يهمه في ظل الجدول المضغوط واللقاءات المهمة في مختلف البطولات إن هو يجهز كل الأوراق وينتظر طبعا الإصابات العائدون من الإصابات. أدي ميكيسوني هيعمل إيه؟ بيوسع لنفسه وبيحط تسديدة ولكن شبانة على طول إبعاد. ضغط قوي جدا جدا من النادي الأهلي وحصار لزعيم الصغر في وسط ملعبه من أجل أول الأهداف. مرة تانية وحيد النهاردة معلول على دكة البدلاء من أجل الروتيشن وإراحة بعض الأوراق الأساسية. حسين الشحات كريم فؤاد أيمن أشرف والاتحاد السكندري الكل تحت الكرة زي ما حضراتكم شايفين. أحمد عبد القادر ميكيسوني مرة تانية عبد القادر منتظر التحركات
والبحث عن الثغرات هو ما يبحث عنه لاعب النادي الاهلي حتى الان. كرة دبل باس، تقدم كريم فؤاد، هل يلحق؟ يلحق، لكن عرضية ارضية بيتابع، لكن شالها بكفاءة كبيرة. وادي كرة ولمسة يد على مروان، قطعها حلو احمد عادل ميسي، لكن حطها صعبة، حطها صعبة في ايد مروان، وضربة حرة مباشرة في مكان خطير. لكن يبقى السؤال اصدقائي، الى متى سيتحمل لاعبي نادي الاتحاد الضغط المتتالي من جانب النادي الاهلي؟ بلا شك عماد النحاس بيأمل في اول لقاء لي، وهو غايب عن اللقاءات الرسمية من 21 يوم، ان الشوط الاول على الاقل يخرج بدون ان يستقبل اي اهداف من النادي الاهلي. 30 هدف للنادي الاهلي واستقبل 8 اهداف، الاتحاد السكندري سجل 17 واستقبل 20، وبيرسي تاو عايز يعوض ركلة الجزاء، كرة تقريبا على بعد 18 متر، وحائط بشري مكون من 5 لاعبين من نادي الاتحاد. أكبر فوز لنادي الاتحاد على النادي الأهلي كان بنتيجة 4-1 في موسم 2014-2015، وكان في ملعب القاهرة الدولي. هنشوف بيرسي تاو، كرة عايزة قدم يسرى بيحطها، لكن ما تعديش من منارة الاسكندرية. 5 اهداف لتاو، لاعب القادم من برايتون الانجليزي. ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، وحيد، مرة تانية لحمدي فتحي، يرجع لأيمن، ياسر، كريم فؤاد، مرة تانية محاولة لاستدراج لاعبي نادي الاتحاد، لكن ملتزمين، حافظين، مذاكرين، عاملين دفاع كومباكت، بالإضافة طبعا لرقابة رجل لرجل زي ما حضراتكم شايفين، خصوصا في آخر 20 متر. لكن الكرة الأمامية مستنيها كريم يحيى، وعلى طول يزقها ويردها مرة تانية في وسط الملعب. إليو ديان، كرة للأمام، عبد القادر هيعمل إيه؟ يحطها لميكيسوني، عايز يخترق، ولكن على طول سعيد السنبوري عامل عمق دفاعي جيد. مرة تانية كريم، ايضا لعب مباراة وحيدة 45 دقيقة، لكن النهاردة بيغيب هشام صلاح، عنده 3 انذارات هشام. تقدم ايمن اشرف، 25 دقيقة، النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير جدا جدا، ومحاصر لاعبي نادي الاتحاد، واهدر ركل الجزاء. ادي كرة مرة تانية قطرية، تحرك من ميكيسوني ولكن اقوى من اللازم، تخرج الى خارج الملعب علشان تبقى ركلة مرمى. ادي اللاعب الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني، النهاردة بيلعب مباراته رقم 15 في مختلف البطولات، ومشاركته رقم 9 في بطولة الدوري. كرة أمامية، كنترول، هرب من مصيدة التسلل، لكن وحيد، ولكن في راية وصفارة، تسلل على نادي الاتحاد. أدي أحمد عادل ميسي سجل هدف بديع أمام إسترني كامباني، لكن نادي الشحات، عرضية، لكن صبر رحيل واقف 10 على 10 على القائم الثاني، احمد عادل ميسي، ومهمة التحول من الدفاع للهجوم، لكن خرج بيها الى خارج الملعب احمد عادل ميسي، عليه دور مهم، وادي زمايلي على طول
في الجرافيكس والإعداد 75% في أول نص ساعة لعب، أول نص ساعة حوار. تقدم جديد، عبد القادر في الجانب الأيسر ملوش حل في المرور وفي الحلول الفردية، عدى المرة دي وعايز يربط مع إليو ديانج، لكن موقف صعب وتشتيت على طول من كريم يحيى إلى خارج الملعب. ضغط قوي، ضغط من كل الاتجاهات من لاعبي النادي الأهلي، وتراجع كبير جدا جدا من لاعبي نادي الاتحاد. النادي الأهلي فعلا لعب من 3 أيام، والاتحاد السكندري آخر لقاء رسمي من 21 يوم، لكن حتى الآن نص ساعة وان سايد جيم، لعب في اتجاه واحد، اتجاه مرمى محمد عبد المنصف. لسه لم يظهر نادي الاتحاد رغبته الهجومية حتى الآن أو فلسفته الهجومية. وبيني وبينكو عماد النحاس في موقف صعب، أول لقاء في مواجهة النادي الأهلي، وما أدراك ما النادي الأهلي. حسين الشحات، كرة بينية حلوة، لكن على طول أقرب كريم، يقطع كريم، لكن بقول لحضراتكم بيفقد الكرة نادي الاتحاد، يدوب ثواني قليلة جدا جدا وبتعود السيطرة من جديد للنادي الأهلي. أحمد عبد القادر، لمسة راسية من كريم، مرة تانية تشتيت من مروان الغندور، عايز يحطها عند أحمد عادل، لكن أحمد على طول بيعمل إبعاد. خطأ من أحمد اللي كل الشغل عليه في التحولات الهجومية من جانب نادي الاتحاد، لكن لم نراها حتى الآن. أحمد عبد القادر، بيتقدم مرة تانية، بيسلم محمود وحيد، ادي العرضية، لكن على طول صبري عامل تغطية عكسية واعية جدا جدا حتى الآن. بيتقدم المرة دي إليو ديانج إلى وسط، إلى من وسط الملعب إلى منطقة الـ18 علشان يعادل الكثافات العددية الدفاعية لنادي الاتحاد. ادي بيرسي تاو خرج من البوكس، لكن بيتقدم الشحات، ودي جملة ثلاثية، ودي تفويتة حلوة، تفويتة حلوة، لكن يضيعها تاو، يضيعها تاو. وادي كريم فؤاد والضغط الاهلاوي الشرس على لاعبي نادي الاتحاد. بقول لحضراتكم حصار شديد اللهجة من النادي الاهلي على لاعبي نادي الاتحاد، لكن حتى الان 35 دقيقة اصدقائي، والتعادل السلبي موجود وحاضر في ملعب الاهلي والسلام. بدلاء النادي الاهلي النهارده علي لطفي، محمود متولي، حسام حسن، محمد شريف، عمرو السولية، افشا، علي معلول، عبد المنعم، طاهر، محمد طاهر. سكواد قوي، سكواد متكامل. ديانج في وسط الملعب، كريم فؤاد، كرة قطرية من اقصى اليمين لاقصى اليسار، كنترول حلو المرة دي من الشحات، عمل ترقيصة يا ولد يا ولد يا ولد، ودي تسديدة، عمل ترقيصة حلوة جدا جدا، ولكن المتابعة مرة تانية، ميكي سوني، جول 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 جول. أخيرا أخيرا أصدقائي في الدقيقة 35 بتوقيت النادي الأهلي، مدفع الأهداف بيضرب في الدقيقة 35 عن طريق لويس ميكيسوني، اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني بيفتتح التسجيل ويضع الهدف الأول، حطها بإيديه في الركن البعيد في المقص اليمين لمحمد عبد المنصف علشان يترجم، ولكن بص شوف الحكاية، بص القدم اليسرى حكاية، حطها في مقتل في حتة مش ممكن أبدا أبدا يطلعها محمد عبد المنصف،
ومهما الناس لموني بحبك يا ميكيسوني. لكن ميكيسوني بص شوفوا الترقيصة، وبص شوفوا تاجر المفروشات، لكن دي بيتصدى ليها دفاع نادي الاتحاد. لكن القدم اليسرى، القدم اليسرى ملفوفة لفة جواهر من ميكيسوني اللي يضيف أول أهدافه في هذا اللقاء وثالث أهدافه الشخصية ومدفع الأهداف. أخيرا يضرب في الدقيقة 35 ويعلن تقدم النادي الأهلي أصدقائي، تكليلا للسيطرة والضغط والجهد والمحاولات الهجومية المتتالية من بداية اللقاء على مرمى نادي الاتحاد. واحد لا شيء. وتساءلت مع حضراتكم إلى متى سيصمد محمد عبد المنصف ودفاع نادي الاتحاد، لكن المهارة، المهارة من الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني يفتتح التسجيل. بحبك يا ميكيسوني مهما الناس لموني، كان خد انتقادات عنيفة جدا جدا، لكن بدأ يربط والترس بدأ يعشق وبدأ يقدم لنا اللقطات والمهارات والحلويات. لقطة فنية كبيرة جدا جدا، وأصبح على عماد النحاس إن هو يغير البداية الدفاعية الملتزمة اللي كانت بتحاول إنها تمتص المبادرة الهجومية المتوقعة من جانب النادي الأهلي. لكن ميكيسوني فك شفرة اللقاء. والدقيقة 35 بتوقيت النادي الأهلي، مدفع الأهداف بيضرب في ملعب الأهلي والسلام. واحد لا شيء. لمصلحة النادي الأهلي، هل يا ترى يتغير الشكل؟ هنشوف. كريم يحيى بيلعب رمية التماس، لكن على طول ياسر محمد الشناوي بدأ يبقى في ضغط. مش بقول لحضراتكم الشكل هيتغير، وهنشوف سيناريو مختلف عن الخمسة وتلاتين دقيقة الأولى اللي كانوا في اتجاه واحد وبشكل واحد وبأداء واحد وبصيغة واحدة. هي صيغة هجومية للنادي الأهلي وصيغة دفاعية متحفظة بشكل كبير من الاتحاد السكندري، وهو نادي عريق وكبير. ادي فوز الحناوي، واحد من لاعبي النادي الأهلي، لكن واحد من نجوم زعيم الصغر فوزي الحناوي النهاردة بيلعب لقاء رقم 8، عنده هدف وحيد فوزي. ياسر إبراهيم والضغط المتقدم والفلسفة الجديدة والقراءة الجديدة لنادي الاتحاد. ادي خطأ، فوزي الحناوي يحطها كرة أمامية، ولكن المرة دي عايز يسددها الغندور، عايز ياخدها تسديدة فيرست تايم، ولكن بيفقدها. ترجع لميكيسوني، خد وقت في التأقلم والانسجام وفي فهم والانصهار في بوتقة وأداء النادي الأهلي لويس ميكيسوني. لكن كان وكنا بنقول إنه واحد من المواهب اللي احنا شفناها وتابعناها مع سيمبا التنزاني. مرة تانية الشحات بيعمل كنترول، قدم لقطة حلوة، لكن الحلو مكملش من الشحات. ادي عبد القادر بيحاول يعدي، مرة تانية ديانج عايز يسدد، لكن سليفو مورو. محمود وحيد، الشحات، عبد القادر، مثلثات وحلويات وضغط متتالي. ودي كرة قوية، كرة قوية جدا جدا، لكن شبانة 10 على 10، شبانة 10 على 10، قافل القائم الأول. لكن شوط حلو، شوط حلو هجومي قوي في ضغط وسيطرة وتركيز وإنهاء للمهمة من جانب لاعبي النادي الأهلي. عايزين لاعبي نادي الاتحاد
يدخلوا في الجيم ويبادلوا النادي الاهلي الهجمه بالهجمه والفرصه بالفرصه والكلمه بالكلمه علشان اللقاء يولع. بننتظر مثل هذه اللقاءات علشان نستمتع. لقاءات الكلاسيكيه، اللقاءات الجماهيريه، اللقاءات اللي بتجمع الانديه الكبيره ذات السمعه وذات التاريخ. لاعيبة النادي الاهلي نزلت دايسه بنزين وساعدهم طريقه البدء اللي بدا بيها نادي الاتحاد في محاوله الامتصاص، لكن الطرق الدفاعيه لن تبدي ولم تفيد. مره تانيه عبد القادر بيعدي لكن اتقفلت عليه. ادي التحول اللي احنا محتاجين نشوفه من نادي الاتحاد. مروان كسب وقت وكسب مساحة وعمل تمريرة لكن في إشارة باستمرار اللعب. أدي كرة مرة تانية وتقدم المرة دي ومحاولة للتسديد، ولكن فين يا راجل؟ تسديدة بعيدة جدا جدا. لازم ياخدوا حبوب الشجاعة لاعبي نادي الاتحاد. النهاردة عندهم على دكة البدلاء أحمد يحيى، إبراهيم حسن، محمد عبد السلام، السيد سالم، كريم ممدوح، أحمد راشد، بواتينج، عبد الله نصيب، وعبد الغني محمد. ايضا اوراق مهمه تقدر تحدث الفارق، لكن كيفيه التفكير من عماد النحاس والتوقيت ايضا مهم في التبديل والتعديل والتطوير. في كارت او في خطا في اللقطة اللي فاتت ديت، أمر باستمرار اللعب لكن رجع واحتسب الخطأ وكارت لأحمد عبد القادر. طبق القانون 10 على 10، أحمد الغندور أمر باستمرار اللعب وإكمال الهجمة لكن رجع مع أول توقف واحتسب الخطأ. أدي كرة عرضية لكن بالكعب من الغندور، سهلة جدا جدا في المتناول عند الشناوي. هيبدأ يبقى فيه مساحات وفراغات ممكن تعمل إزعاج ومشاكل كبيرة جدا جدا لدفاعات نادي الاتحاد، لكن بيني وبينكم شايفهم ملتزمين وبيعملوا ارتداد سريع. حسين الشحات، عبد القادر لحمدي فتحي، ديانج مرة تانية للشحات، اتفتحت الجبهة اليسرى. ادي الكورة العرضية لكن مفيش كثافة عددية جوه منطقة ال18. كريم فؤاد عدى وفات ويرجع مرة تانية لديانج، ممكن يلعب العرضية لكن مقفولة عليه بكفاءة كبيرة جدا جدا من مروان. لويس ميكيسوني، بيرسي تاو بيبحث عن نفسه، كان عنده فرصة ركلة الجزاء ان هو يستعيد الثقة لكن هارد لك. ادي كورة مرة تانية وادي كورة مهمة، كورة مهمة وكورة خطيرة وفرصة كبيرة عند كريم فؤاد، كان ممكن يدون اول كلمة واول اسم واول اهدافه مع النادي الاهلي، بل اول اهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز. كريم فؤاد اللي بدأ مع النجوم وانبي ثم انتقل الى النادي الاهلي، لكن مستواه بدأ يتطور بشكل كبير وبدأ ينال الإشادة من جماهير النادي الأهلي اللي طبعا عينها ان كل لاعبة النادي الأهلي يصلوا الى اعلى المستويات. سيطرة من النادي الأهلي عادت من جديد بفضل الانتشار والانسجام والثقة والهدف اللي تقدموا بيه. ادي بيرسي تاو بيتحرك كتير لكن دايما المهاجم بالبصمة. ادي علي معلول وادي شريف المخيف وادي حسام اللي نفسنا ان هو يعود ويستعيد مستواه وممكن النهاردة ياخد فرصة من بيتسو موسيماني. مروان بيتقدم للامام، فتح له ميسي، لافت الانظار اليه مروان. سليف ومورو، الديب مورو لكريم يحيى، الكره الاماميه لمين يا كريم؟ مش لحد ابدا ابدا، مقطوعه. ديانج لعبد القادر،
يقف على كورتو عبد القادر ينتظر تقدم زمايله. خلاص بدأنا نلعب في الوقت المحتسب بدل ضائع المقدر بدقيقتين في أحداث الشوط الأول. أدي مرة تانية الشحات كسر ودخل على القلب، لكن بلوك قوي من اللاعب الغاني سليفو مورو. أدي التحول اللي ما بيحصلش، بقول لحضراتكم بيقطع ممكن نادي الاتحاد، لكن بعد ما يقطع هيعمل ايه؟ هو ده السؤال اللي لازم يجاوب عليه نادي الاتحاد. وعماد النحاس هيبقى عنده فرصة ما بين شوطي هذا اللقاء انه يعدل، انه يصحح، انه يطور من خلال البدلاء او من خلال مهام جديدة لبعض اللاعبين. مرة تانية الكورة حسين الشحات ومساحة كبيرة في ظهر كريم ممكن تعمل له خطورة. ادي كورة مرة تانية عرضية ارضية لكن ابعاد. مروان هيضطر يمشي مشوار، لكن المرة دي يسلم لاحمد عادل عايز يعمل انطلاقة، لكن الدبابة بتعمل ساتر وحاجز. وفي هذه الاثناء اصدقائي المشاهدين بتنطلق صافرة انتهاء احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي عن طريق ميكيسوني ميكي في الدقيقة 35 بعد لقطة فنية بديعة ومدفع الأهداف وتقدم النادي الأهلي بأول الأهداف إلى الملتقى أصدقائي. مع بداية أحداث الشوط الثاني تقبلوا تحياتي أيمن الكاشف، أما الآن عودة